السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مرحبا بكم معنا، ان شاء الله تكونوا بخير صحه لاباس. اليوم ان شاء الله راح ندير لكم وصفه خفيفه ظريفه، راح نديروا حلوه تاع سنيوا، عجبتكم بزاف لافو باسي تاع الشوكو، اليوم نديروها فاني. بسم الله نبداو اول حاجه بالبيض، هكذا عندي لهنا زوج حبات تاع بيض. بسم الله نزيدوا عليهم هنايا السكر حوالي 5 مغارف كبار، ونبدا نخلط هكذا. دوكا نجو نزيدو لها يا اما زيت ولا زبده، عندي نص كاس، انا درت زبده دايبه، لا حبيتو ديرو زيت ديرو زيت اللي تساعدكم، باسكو الزيت هنا ناقص شويه ديامات، دونك زيت كاين ما كاش ديرو الزبده دايبه. نفس الشيء بسم الله نزيدو نخلطو هكذا. دوكا نبداو نكملوها باليد، عندي مغرفه كبيره تاع مايزينا، عندي مايزينا رابحه ندير مغرفه كبيره تكفي هكذا. نجيو نزيدو لها دوكا الفرينه، بسم الله نقيسها لكم بالكاس باش تعرفوا، هي نضرب واحد الشكيسان هكذا، انا توجور نديرو بالنقصه، نديرو كاس ونص ومن بعدك نكملو داك النص على حساب اسكو سحقت ولا لا، اسكو البيض ممكن يكون صغير صديب وممكن يكون متوسط. نديرو نص، نجيو نزيدو عندي هنايا سكر فاني، بسم الله باكي كومبلي، وخميره تاع الحلوه ديروا كيس كامل هكذاك ولا مين با شويه كاس كيما حبيتوها نتوما، تحبوها طالعه بزاف ديروا كاس، انا ندير كيس كومبلي تجي خفيفه. زيد لها دركا عندي لهنا لي بيبيت، عندي هنا لي بيبيت تاع ابريكو تاع اوزاد، بسم الله نديروا كميه، نقولوا قيس مغرفه كبيره بزاف مليحه، نعطيكم شغل حموضه هكذا بنينه. دوكا نبداو نعجنو يعني نخلطو ونشوفو شحال تساق فرينة، زدنا غير قرصة تاع ملح باش ما ننساهاش هكذا، ونبدا هكذا نبداو نطلعو لاباط تاعنا. بسم الله هنا كيما قلتكم راني داير كمية قليلة تاع السنيوة كيما اللي خدمناها المرة السابقة، تقدروا تضعفو يعني ديرو ربع حبات بيض، من بعد كاس زيت وهي رايحة. لاباط هنا كيما قلتكم لازم تجي شوية خفيفة على تاع الصابلي، هنا راهي بزاف خفيفة، دونك نزيد لها تقريبا نقولو واحد زوج مغارف فرينة حتى ثلاثة ماكسيموم ونكمل. قد ما راح تخفوها قد ما راح تجيكم بنينة، ريحة لي زابريكو كيفاش راهي تطلع الله يبارك. مازال نزيد لها شوية باك يعني تقريبا زوج كيسان تاع فرينة كيما درنا المرة السابقة. دركا بسم الله لاباطي هاي كيفاش تجي طرية، ندير فيها شي فيدي شوية زيت باش نرمسها كامل، هكذا نحطوها لهنا، ومن بعد شوية زيت في يدي هكذا من الفوق باش نمشيها، نعطيها لافورم تاع سنيوة. هنا السنيوة تقريبا فيها واحد 20 سور 20 نورمالمون مانيش غلط، نمشيوها كامل نحكوها حتى لي كوتي. هاي لي كيفاش دوكا ندخلوها للفرن 180 درجة، شاعل من تحت من الفوق دو بريفيرونس، إلا ماشي من تحت من الفوق ومن بعد تحمرها من الفوق بشوية ما كاش مشكل، تتحمر من تحت من الفوق نخرجوها نكملوا لاروسيت مع بعض. هاي لي دوكا خليتها طابت تحمرت مليح من تحت في لي كوتي من الفوق، نجو نديرو لها دوكا لهنا عندي هنا معجون تاع برتقال عمور، تحبوا ديروا ابريكو كيما حبيتو، نمشيوها مليح كيما تحبوا نتو، كونتيتي كبيرة شوية ليسونسيال، حنا نديرو الفوق على نواط كوكو باش تلصق هذيك نواط كوكو. تما مينيموم نديرو لازم تلصق نواط كوكو هذيك، ولا تكلاصيوها بشيكولا كيما حبيتو هكذا. دوكا بسم الله نواط كوكو من الفوق، هذا نغطيها كامل نخليها تبرد شوية نقطعها ونجو نشوفها في صحن التقديم. حلوة تاعنا راهي واجدة قدامكم، حنا راح نقدمو مع مشروب طاجج ذوق الليمون. بسم الله خليته يبرد مليح، والحلوة تاعنا تاني خليناها تبرد نجو ندوقوها. بسم الله شوفوا الله يبارك شحال جات طالعة ما شاء الله خفيفة. كريطة صحتكم.